أن الطابع الاجتماعي للدولة هو طابع راسخ ومبدأ ثابت من بيان أول نوفمبر، ونحن ماضون في المحافظة على اجتماعية الدولة الجزائرية من خلال كل الآليات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية منذ تعديل دستور نوفمبر 2020. تم تقنين العديد من الحقوق والامتيازات التي لم تكن مقننة سابقا في الدستور وفي القانون الأسمى للبلاد، منها مبدأ المناصفة بين الجنسين بالنسبة لسوق الشغل، كذلك مبدأ حماية المرأة من جميع أشكال العنف، أيضا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للطفولة، بالنسبة لكبار السن. إذن بعد تقنين كل هذا في الدستور جاءت كل الآليات من أجل تطبيق استراتيجية دعم انخراط هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كنا عرجنا على معرض أيضا للمرأة المنتجة، وهي المرأة التي تلقت دعم من طرف الدولة في إطار البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني.